أنا أم منور محافظة القادسية قضاء عثك أحد المزارعات. أنا أول شيء رجل ما يقدر يعني، فاتجهت للزراعة لأن ما عندنا الحالة المادية ما عندنا. زين المرأة الريفية ما تطلع، ما عتها مثل تقول عتها شهادة أو عتها وظيفة أو عتها تحصيل دراسة تطلع به، ما عتها غير الفلاحة والزراعة. فأحسن شيء أساعد رجلي بالزراعة. صار لنا 20 سنة أنا ويا نزرع، هو ما يقدر يعني، هو حالته تعبانة يعني ما يقدر. فأنا واحد من أطفالي بطلته من المدرسة وخليته وياي. صار لنا 20 سنة أزرع البانية، الباذنجان، اللوبيا، الرقي، البطيخ، ثروة حيوانية عندي يعني، بين أعلاف، بين حشيش، بين أي شيء كلها أشتغلها. يعني ما بيها شيء المرأة من تساعد رجلها أو تتجه يعني للزراعة، هاي ما بيها شيء. بس شنو إحنا هنا والله عندنا المرأة يعني ما تطلع، والله المرأة يعني مقيدة منهم، بيها شيء. هي المرأة هم إلها طموح وهم إلها يعني شيء تطمح ليه توصل ليه، تريد لها شيء توصل ليه. يعني مثل أنا رجلي ما يقدر وما عندي، يعني لازم أساعدني أقدر أنهض، ما أمد إيدي لواحد وأقول له انطيني. يعني لازم أقوم، لازم أكافح. وأنا أشجع يعني كل مرأة ريفية تقوم وتساعد رجلها وتقوم ويا بالثروة الحيوانية، بالزراعة، بأي شيء تقدر تزرع له. يعني مو والله تقول أنا هاي ما أقدر أسويها وهاي وقعدت عنها عجزت، لا، تحاول مرة واثنين وثلاثة، تحاول يعني تشجع نفسها لأي شيء بالها تسويه. يعني أنا أشوف أروح، أنا ما عندي ماكينة، أنا ماكينة لها حماي، أروح أخذها وأمشي بيها. هي صح مو إلي، بس أنا لازم أعود نفسي على شيء أريد أن بالي أسويه. سيارة، أروح أخذ السيارة وأمشي، أخذ الماكينة مالت الحشيش أروح أن بيها أحشن وأجيبنها وأجي. يعني رجلي ما هو أو أي واحد ما هو، يعني ما عندي غير وسيلة عمل أروح أنا أشتغل بيها. يعني عندي محاصيل زراعية لازم أنا أسوقها، يعني أنا عندي محصول زراعي ما إلي واحد، أطفال صغار، يعني لازم أصير أنا مضطرة أنا أسوقها. ومرة واثنين وثلاثة سوقت إلا العلوة وبعتهن، وجان ولد واشترى من عندي وقام ياخذ من عندي. كل سنة يجون ياخذون صفاطة من عند رقي وبطيخ وباذنجان، قاموا يجون للبيت ياخذون من عندي ويمشون. وأنا يعني باستعداد لو عندي يعني إمكانية يعني شيء أوفر أسوي حقل كبير، يعني ثروة حيوانية أسوي يعني كبيرة. طموح عندي أجيب جرار وأشتغل به، ما بيها عيب أشتغل. يعني المرأة مو عيب من تشتغل. بعد كل هذا الطموح والإصرار والجهد والصمود اللي دنشوفه بقصتنا لهذا اليوم، أم أنور خير مثال للمرأة الصابرة المكافحة الشجاعة اللي كسرت كل الحواجز وكسرت كل القيود واستمرت. نجاح باهر إلها، وأكيد هي مثال جداً رائع لكل النساء اللي يشاهدونه الآن. أتوقع ماكو أحد بعد ما شاف هذه القصة الرائعة راح يتحجج بالظروف أو راح يتقاعس أو راح يقول لا ممكن ما أقدر، لأنه من البساطة ممكن أن الشخص يصنع لنفسه المعجزات. قصة جداً رائعة وهي تتحدث عن نفسها، ما تحتاج أنه أني أعرج عليها. نرجع إحنا وياكم مشاهدينا إلى هذه القصة ونتابع البقية. أتحدى هاي الصعوبات وأني قاعدة أواجه هواي صعوبات. يعني أبسط شيء بالماي، هذا الماي يعني إحنا الماي عندنا صعوبة ماكو، يعني يجي مثل نقول 12 ساعة تجي، يعني هو رجل يعني يقدر يروح وهاي. فأني أمرأة يعني أواجه صعوبات بالماي، الماي ما أقدر يعني على ما أوصل أخذ بني روح أريد نشغل صير عارك، ما أقدر أنا أتعارك. يعني هاي قلت لك مجتمعنا المرأة ما إلها دور هنا، بالمرأة الريفية ما إلها أي دور. يعني ليش ما أدري، يعني هسه قلت لك أخذت الماطور ورحت سحبت أريد أشغل ما رضى، وظل يتعارك وياهم. ورجعت أنا وبني وما سقيت زرعي، بقيت ومع ما هم مطين 12 ساعة رشني وما حصلت ماي. فهاي الصعوبات اللي أواجهها أنا كلش هواي صعوبات أواجه. يعني بالأسمدة، الأسمدة يعني أنا هسه بدي أجيب أسمدة ما عندي. يعني الوزن الأسمدة 180 ألف،
زين انا ما عندي 180، هو عندي يا دوب راتب الشبكه إلي، ما عندي ما يكفيني. زين انا ايش راح اسوي؟ اجيب بالدين وافصل على الشبكه هاي الاسمده، ما عندي. يعني واتجه لمن؟ للحظيره الحيوانيه، هاي مالتي الحظيره الحيوانيه، اذبلها بالزرع تعوض عن الاسمده، يعني هيك عندي فكره اقولين حتى احيي مكان الاسمده ما اخليها. والله عندي طموح اشتري لي يعني ماكينه جرار اشتغل بيها اعيش اطفالي. يعني انا ذولا بالمدرسه برقبتي، امانه برقبتي. يعني لازم اعيشهم واوصلهم وادرسهم. ادرسهم احسن دراسه، ما اخليهم يعني اطلعهم من الظلمات الى النور. اريد اوصل يعني طموح عندي يعني واعي، يعني انا حتى المراه الريفيه اشجعها للدراسه، اشجعها للطموح. يعني انا ليش فتحت بيتي وخليتها لمحوي الاميه؟ غير اريد اوصلهم يعني اكو نساء هواي لا يقرن ولا يكتبن ولا تعرف اسمها ولا تعرف اي شيء، يعني من هاي الشغله هي يعني شلون العاميه كل شيء ما تفتهم. وهسه من العام والسنه انا سنتين بيتي فاتحته ومع ما حالتي الماديه ما عندي، بس يعني بالخمسين مره انا ببيتي اقول اريد اوصلهم، اريد اخلي لهم فكره مالت النجاح. شيء انا ما ازرعه، ماكو شيء عندي مستحيل، يعني كل شيء سويت، خس سويت، بصل سويت، ماكو اي شيء، ماكو شيء ما جربته. هي المراه الريفيه واعيه وتعرف ايش تريد تشتغل وتعرف ايش تريد وايش تنجز، بس شنو تريد لها مساعده، يعني تريد لها دعم، تريد لها شيء وسيله. يعني هي اذا انا هسه كل شيء اعرف بس ما عندي اي دعم، يعني شلون؟ ماكو اي شيء. زين اذا هي اذن كل تعرفن وكل وسيله وانا ذا موجودات عندي، يعني مثل اقول ان الحاله الماديه لو عندي واقدر اسوي انا اقدر اكون نفسي بدون اي شيء. حفرت بيار من هاي الارتوازيه هاي سويتها وشفت وطلع ماي مالح وواحد حلو، وبعد ما اعجز وما اظل يعني ما يصير استسلم من اول شيء واقول ان سد بعد ماكو اي شيء قدامي، لا لازم ابقى مستمره وابقى كافح وابقى يعني اللي ببالي اسويها، يعني ماكو شيء يصعب علي واقول انا استسلمت بعد انسدت بوشي، ما يصير هاي اسويها بعد كافي، لا امشي بطموحي وعندي هدف لازم معين اوصل اليه. والله مشاعري ارتاح اني من اشوفن الزرع واشوفن يعني طموح، اقول وصلت الحد يعني اني بي وصلته، يعني افتخر بنفسي من اخر شيء من اشوفن المحاصيل توصل للحد الادنى، يعني لحد ما اكافح اقول ان كافحت ووصلت للنتيجه. يعني انا افرح بداخلي، افرح يعني التعب كله يروح من عندي، كل تعب يروح، هذا يعني كانما انا ما تعبانه، يعني هذا كله راح التعب واقول ان كافحت ووصلت لطموح الحمد لله والشكر، يعني هاي اللي وصلت لها. مو شيء جديد على المرأة العراقية والمرأة الريفية بالخصوص أن تكون بهذه الروح العالية وبهذا الطموح اللي ما ينتهي. دائما المرأة تكون صامدة ومحبة لتحقيق الأهداف من تكون متألمة، لذلك أبد لابد أنه إحنا ما نخاف ولا نعترض طريقنا ببعض العقبات ونقول لا ممكن ما نقدر، أو هذه المرأة لا ممكن ما تنجح، أو ذاك أنا أحسن منه. الحياة تفاجئنا بنتائج مبهرة ورائعة، لأنه ما نعرف كل شخص شنو بداخله من طاقة، شنو بداخله من إصرار وحب على مود يحقق أهدافه. قصة جدا رائعة مليئة بالطموح، خلي ناخذ من عدها شوية من هذا الطموح وشوية من هذا الشغف ونزرع بأنفسنا، عسى ولعل كنا نكون ناجحين ومنجزين بهذه الحياة. قصة رائعة، خلينا نحن وياكم نكملها للأخير. والله أنا أحب الأرض وأحب الزراعة
واحب اكافح واحب الثروه الحيوانيه. يعني انا ولدت من هاي القاع، انا بيت هاي القاع، يعني انا امراه ريفيه ومو اقول لك انا منين، ما انا بيت هاي التربه، انا احب هاي الشغلات. يعني انا ما اقدر يعني ارتاح من اطلع، ارتاح من اخدم الثروه الحيوانيه، ارتاح من اطلع لقائي، يعني ما عندي تعب وما عندي ملل. يعني اطلع بثلاثه الصبح عندي يعني شحلاتها هاي، يعني ما اظل اقول ان انا قاعده من الصبح، والله يعني هاي احسن شيء عندي، احسن طموح عندي هذا. يعني هاي موهبتي، هاي الزراعه، الحظيره الحيوانيه، اخدم شيء، اسوي شيء، انجز شيء. اني رجلي هو ساعدني، قال امشي انت، مال الشغله بالتقاليد يعني العرب، ومال الشغله والله يقولون هاي ما يصير وهاي ما يصير. اني وياك صح اني ما اقدر، بس انا منطيك الحريه امشي، شنو تردينها. واكثر شيء حماي وياي، يعني هو صاحب هذا الجرار وصاحب السياره، قال روحي اخذ السياره وامشي، حتى لا شيء يصير بيها انا مال شغله بيها. انا اشجعك على السياره، اشجعك على الجرار تمشين بيه، ما اريدك توقفين، ما طول انت عندك طموح وعندك واهس تمشين بيه وتردين توصلين لحد شيء، هاي هي امشي انت وانا وياك، انا نمساندك. والله اقول للمراه الريفيه لا تعجزين من اي شيء، ولا تقولين هذا مستحيل، ولا تقولين هذا ما يصير، وخلي الطموح ببالك، خلي امشي. يعني حاولي تساعدين رجلك انت، حاولي تساعدين بيتك لاطفالك، هذا انجاز اللي ببالك وهو صح سويه. ما يصير تقعدين وتسكتين، ما يصير تقولين اني يعني شيء هذا مستحيل وما اسويه وانا مراه وعاجزه عن هاي، والله رجلي ما يرضى، والله اخوي ما يرضى، اقاربي ما يقبلون، لا هذا غلط. يعني لازم احنا نوصل.